بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، المجلس الثاني في كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المنهاجي المصري القاهري مولدا ودفنا، المولود سنة 45 و700 من الهجرة النبوية الشريفة، والمتوفى سنة 94 و700 من الهجرة النبوية الشريفة، عن عمر يناهز 49 عاما، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. بدأنا بالأمس في مقدمة المصنف وهو يبين فيها أهمية القرآن وعلومه، وأنه هو مصدر كل علم، وأنه مصدر كل حكمة، وأنه مصدر كل نور وإيمان. وبالتالي كان على العلماء أن يصرفوا همتهم في فهم معاني كلمات الله سبحانه وتعالى التي بها سعادة الدارين. وبدأ في مقدمته ينقل أقوال العلماء السابقين في أهمية القرآن وما تعلق به من علوم، فقال: وقال الشافعي رضي الله عنه: جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة، وجميع السنة شرح للقرآن، وجميع القرآن شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. زاد غيره: وجميع الأسماء الحسنى شرح لاسمه الأعظم، وكما أنه أفضل من كل كلام سواه، فعلومه أفضل من كل علم عداه. قال الله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وقال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال مجاهد، هو مجاهد بن جبر تلميذ سيدنا الإمام ابن عباس صاحب التفسير المشهور، قال مجاهد: الفهم والإصابة في القرآن، دي تعريف الحكمة. مش من يؤتى الحكمة، معنى الحكمة عند سيدنا مجاهد؟ قال: الحكمة هي الفهم والإصابة في القرآن، والإصابة معناه التوفيق للمعنى الصحيح يقابل الإصابة الخطأ. قال: أحرمهم فهم القرآن، يعني علم القرآن. وقال مقاتل، مقاتل أيضا اللي هو مقاتل ابن سليمان الأزدي صاحب التفسير المشهور، توفي سنة 50 و100 هجري، وقال مقاتل: يعني علم القرآن. يبقى الحكمة اللي هي علم القرآن، ده عند مقاتل. ومجاهد: هي الفهم والإصابة في القرآن. وقال سفيان بن عيينة، وسيدنا سفيان بن عيينة عالم الحجاز المشهور ومن مشايخ الإمام الشافعي رضي الله عنهم جميعا، وقال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أحرمهم فهم القرآن. يبقى الصرف عن إيه؟ عن آيات الله للمتكبرين يحصل بإزاي؟ أنه يحرمهم فهم القرآن. يسمع القرآن ومش فهمه، يقرأ القرآن ومش فهمه، يحفظ القرآن ومش فهمه. يبقى معنى ذلك أن التواضع يورث فهم القرآن. وقال سفيان الثوري، وهو أيضا ابن سعيد ابن مسروق الثوري الكوفي، كان يسمى أمير المؤمنين في الحديث، وكان معاصر لسيدنا سفيان بن عيينة، عشان كده يقول لك: وقال السفيانان. كان سفيان بن عيينة في الحجاز، وسفيان الثوري في الكوفة رضي الله عنهم وأرضاه.
نقل عنه حوالي 100,000 شيخ، نقلوا عن سفيان الثوري علوم 100,000 شيخ، والمشايخ دول علماء كبار حفاظ، وبعضهم وصل لدرجة الاجتهاد المطلق، نفعنا الله بعلومهم. توفي سنة 61 و100 من الهجرة النبوية الشريفة. وقال سفيان الثوري: لا يجتمع فهم القرآن والاشتغال بالحطام في قلب مؤمن أبدا. طول ما أنت مشغول بالدنيا محجوب عن فهم القرآن، شيل الدنيا من قلبك تفهم القرآن. وقال عبد العزيز ابن يحيى الكناني، عبد العزيز ابن يحيى الكناني شافعي، توفي بعد سنة 230 هجرية. وقال عبد العزيز ابن يحيى الكناني: مثل علم القرآن مثل الأسد، لا يمكن من غيله سواه. الغيل اللي هي بيت الأسد، الغيل اللي هي الغابة اللي قاعد فيها الأسد يمنع دخول غيره. فيقول لك ايه، علم القرآن ده زي الأسد، لا يمكن من غيله سواه. قال ذنون المصري، ذنون المصري ده مولود في أخميم، أخميم في صعيد مصر مشهور يعني، لدرجة ان سيدنا الامام الجنيد روى عنه، سيدنا ذنون المصري يعني يعتبر من مشايخ سيدنا الجنيد رضي الله عنه وارضاه. وقال ذنون المصري: ابى الله عز وجل الا ان يحرم قلوب البطالين مكنون حكمة القرآن. والبطال اللي هو ايه؟ الغافل الذي يضيع وقته فيما لا طائل، ده البطال. البطال يتصف بصفتين: الغفلة وتضييع الأوقات فيما لا طائل، حتى ولو كان في مباح، فما بالك اللي يضيع عمره في المحرم والحرام. وقال عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال: أفلا يتدبرون القرآن. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي المشهور حامل نعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي النبي قال على قدميه أثقل من جبل أحد عند الله في الجنة. وقال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال: أي القرآن. قال: القرآن، يقول أرشدنا إلى علمه. سيدنا محمد كان قرآنا يمشي على الأرض، ستنا عائشة قالت كده، فكل اللي بيتكلموا على القرآن بيتكلموا على الكمالات المحمدية، لأنه هو مظهر القرآن العملي في الأكوان، مظهر الكمالات إيه؟ الإلهية العظمى، كما قال عنه سيدي أحمد بن إدريس. فالمظهر مخلوق والظاهر قديم، فهمت بقى؟ الظاهر ده الله، أما المظاهر مخلوقة. أكمل مظهر على الإطلاق في خلق الله على الإطلاق هو المظهر المحمدي صلى الله عليه وسلم، ظاهره وباطنه صلى الله عليه وسلم. ولما كان أشرف الكلام هو كلام الله، فكان أشرف مظهر هو من نزل على قلبه القرآن وإيه وعلمه للناس صلى الله عليه وسلم. كل ما بتتكلم على القرآن بتمدح في النبي، خد بالك، لأنه ده المظهر صلى الله عليه وسلم. يعني وانت بتقرا القران اوعى تغفل عن النبي ابدا، لانه الواسطه العظمى، لولا الواسطه لذهب كما قيل الموصوت. وقال الحسن البصري، سيدنا الحسن البصري طبعا ايه احد سادات التابعين، وروى عن سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ونفعنا بعلومه، توفي سنه 10 و100 من الهجره النبويه الشريفه. كان أمه خادمة عند ستنا أم سلمة أم المؤمنين، كانت أمه بتخدمها، فكان وهي مشغولة في خدمة ستنا أم سلمة، الحسن البصري يبكي وطفل صغير، تقوم ترضعه ستنا أم سلمة وتسكته،
فقال كل ما ردعه من سيدنا أم سلمة هو سبب الأنوار اللي في قلبه. فهمت بقى؟ رضي الله عنه وارضاه. ربنا يسر لنا زيارته إن شاء الله. وقال الحسن البصري، ممكن تقول البصري، البصري، البصري بتسليس الباء، فاهم؟ يجوز. والمشهور على ألسنة الناس بالفتح حسن البصري، لكن لو سمعت الشيخ يقول الحسن البصري ما تقولش عليه جاهل، إياك، أنت اللي جاهل، اوعك تجاهل حد من العلماء، حتى لو لحن أحيانا العبرة بالمعنى المراد. فهمت؟ في كتير من الأولية كانوا لا يجيدوا العربية، وكان يقول كلام في العربية ضعيف، إلا إن كان أتباعهم من كبار العلماء، لأن هو العبرة من اللغة هو الإفهام، فإن أخطأ أحيانا في اللغة فالعبرة الإفهام. فهمت؟ مش زي الوهابية يجي يحضر لشيخ يقوم الشيخ يغلط في إيه، في تشكيل كلمة ولا حاجة في وسط درس كبير ساعة، يقوم يقول لك أصله بيلحن، يقوم يبطل ما يحضرلوش، يقوم يحرم علمه. فدول محرومين. إياك إياك، فهمت؟ إياك أن تجاهل عالم. فهمت؟ وقال الحسن البصري علم القرآن ذكر لا يعلمه إلا الذكور من الرجال. يعني يقصد علم القرآن ده علم صعب، يعني ذكر هنا يقصد يعني إيه، يعني فارس مغوار، ما حدش يغلب هذا الفارس المغوار إلا إذا كان إيه، يعني أيضا فارس مغوار مثله، يعني عايز رجالة يعني. والرجولة هنا ليس معناها الذكورة بمعنى إيه الفحولة، لا، معناها الإقدام والصبر والاستمرار والشجاعة والتعلم والمداومة والاستعانة بالله مع كمال التواضع، لأن لو عملت كده وفي كبر سأصرف عن آياتي الذين تكبروا. فهمت؟ وقال الله جل ذكره فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى الله قرآن، والرسول سنة. فهمت؟ الجماعة القرآنيين الشحروريين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين هداهم الله. وقال تعالى وما اختلفتم في شيء فيه من شيء فحكمه إلى الله، يقول إلى كتاب الله. وكل علم من العلوم منتزع من القرآن، وإلا فليس له برهان، يعني البرهان هو الدليل. قال ابن مسعود من أراد العلم فليثور القرآن. يثور القرآن يعني يثيره، ينقر عنه ويثير ما فيه من معاني، يبقى ثور الشيء يعني نقر وبحث عنه. فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. رواه البيهقي في المدخل وقال أراد به أصول العلم. وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم علماء، كل منهم مخصوص بنوع من العلم، كعلي رضي الله تعالى عنه بالقضاء، الرسول قال أقضاكم علي، وزيد بالفرائض قال أفردكم زيد، وزيد بن ثابت، ومعاذ بالحلال والحرام، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأبي بالقراءة قال أقرأكم أبي. فلم يسمى أحد منهم بحرا إلا عبد الله بن عباس لاختصاصه دونهم بالتفسير وعلم التأويل. وقال فيه علي بن أبي طالب، وما أدرك سيدنا علي بقى، أعلم الصحابة بالقرآن تفسيرا سيدنا علي بلا منازع، والكل كان يلجأ إليه من أول سيدنا أبو بكر لأي صحابي آخر في عصر كانوا يلجأوا لسيدنا علي، أعلم من عبد الله بن عباس. فهمت؟ خد بالك من دي. سيدنا علي بقى ابن أبي طالب شو بيقول على سيدنا عبد الله بن عباس، لأن لا يعرف الرجال إلا الرجال. وقال فيه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عليه السلام كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق،
وقال فيه عبد الله بن مسعود، دول مشايخ شيوخ الصحابة الكبار. عبد الله بن عباس ده عشان تعرف ده جال النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، ده بعد ايه؟ جاء مع ابوه بعد فتح مكة، وكان صغير في السن، فهمت؟ فكان سنه صغير، فدول بيتكلموا عليه ده من جيل اولادهم. فشوف انت اما يبقى واحد بقى شيخ كبير كده في مقام الأبوة، بيتكلم على تلميذ صغير بالنسبة له، بيوصفوه بهذه الصفات، يبقى ايه سيدنا؟ خصوصا انه ماتوا وعاش بعدهم 30 و40 سنة كمان. فشوف انت بقى لما كبر بقى كمان بيزداد علمه كل مدى رضي الله عنه. سيدنا عبد الله بن عباس مدفون فين؟ في الطائف، مدفون في الطائف، ومدفون كده في مقابر، وعاملين بجوار القبور ايه، مسجد كبير مسمينه مسجد سيدنا عبد الله بن عباس. ربنا اكرمني وزرته. الا عبد الله بن عباس اختصاصي دونهم بالتفسير وعلم التأويل، وقال فيه علي بن ابي طالب كأنما ينظر الى الغيب من ستر الرقيق، وقال فيه عبد الله بن مسعود نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وقد مات ابن مسعود في سنة 32، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ نعم، كان لعلي فيه اليد السابقة قبل ابن عباس، وهو القائل لو أردت أن أملي وقر بعير على الفاتحة لفعلت، والرواية الصحيحة 70 بعير. يعني لو عايز يفسر الفتحة عايز 70 جمل يملاهم حمولة من اللي هيفسروا، فهمت؟ ده سيدنا علي. سيدنا عبد الله بن عباس كان هو المستشار الايه الثقافي والعلمي لسيدنا علي ايام خلافته، فهمت؟ سيدنا عبد الله بن عباس غاب عليه حكمة سيدنا الحسن بالتنازل عن الخلافة لمعاوية بن ابي سفيان رضي الله عن الجميع، فهمت؟ عشان تعرف بقى مقام ايه ولاد سيدنا علي. لما سيدنا عبد الله بن عباس بهذا العلم الكبير غابت عليه حكمة تنازل سيدنا الحسن ايه لمعاوية بن ابي سفيان رضي الله، واعترض عليه، فهمت؟ ومش كده بس، وغابت عليه حكمة سفر سيدنا الحسين وتركه المدينة ومكة الى اهل الكوفة ويعلم ان مقتله هناك. عشان تعرف ان ايه الائمة، ائمة اهل البيت دول سبقوا كل ايه كل سابق رضي الله عنهم وارضاهم. وقال ابن عطية، ابن عطية ده له تفسير مشهور اسمه الوجيز، وكان أثنى عليه سيدنا عبد الله الصديق الغماري، وقال تفسير منقطع النظير رضي الله عنه في كتابه بدع التفاسير اللي احنا ان شاء الله سوف نشرحه ايه يوم الجمعة بعد يعني بعد ما نقرأ كتاب الخصائص، هنحط مكانه بدع التفاسير للسيد عبد الله الصديق الغماري حتى ننتهي منه، ثم بعد ذلك نشرح كتاب جواهر البيان في ترتيب سور القرآن عشان تلحقوا تشتروهم الكتابين دول. هنبدأ من الجمعة اللي هي النهاردة، اللي هي ايه النهاردة، عشان تبقى واحد ذو الحجة، هي ايام مباركة. احنا عايزين نبذل مجهود شوية في العلوم المتعلقة بالقرآن، عايزين نبذل شوية مجهود. احنا بذلنا مجهود الحمد لله في السنة، عايزين بقى ايه نبذل مجهود شوية في العلوم المتعلقة بالقرآن، وان كان زي ما قال الامام الشافعي ان السنة كلها تفسير للقرآن، فهمت؟ فكله بيصب في ايه في القرآن. وقال ابن عطية فاما صدر المفسرين والمؤيد فيهم فعلي بن ابي طالب، ويتلوه ابن عباس رضي الله عنهما، وهو تجرد للامر وكمله. تجرد يعني ايه؟ يعني تخصص فيه، افنى عمره في تعليم الناس ايه تفسير القران، وهو تجرد للامر وكمله،
وتتبعه العلماء عليه كمجاهد وسعيد وابن جبير. وسعيد الزاهر بن المسيب وايه وابن جبير اللي هو برضه سعيد بن جبير. هو عندي مكتوب سعيد بن جبير. استنى عندي واو، انا بالتالي نشيل الواو احسن. سعيد بن جبير لانه ما اشتهرش سعيد بن المسيب في انه كان ايه يروي علم سيدنا ابو بن عباس. يبقى ايه وسعيد ابن جبير، نشيل الواو دي ونشيل الالف لان هي بتتكتب بن وتقرأ ابن. ها؟ وكان جلة من السلف كسعيد بن المسيب والشعبي وغيرهما، كسعيد بن المسيب والشعبي وغيرهما يعظمون تفسير القرآن ويتوقفون عنه تورعا واحتياطا لأنفسهم مع إدراكهم وتقدمهم. يعني كتير من العلماء كنت تجيب له الحديث يقعد يشرحه لك، تجيب له الآية يقول لك الله أعلم، يخاف ايه يتكلم في القرآن. ثم جاء بعدهم طبقة فطبقة، فجدوا واجتهدوا، وكل ينفق مما رزق الله. ولهذا كان سهل بن عبد الله يقول، سهل بن عبد الله التستري نسبة لتستر من كبار الأولياء العارفين، يقول لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن 1000 فهم لم يبلغ نهاية ما أودعه الله في آية من في كتاب، لأنه كلام الله وكلامه صفته، وكما أنه ليس لله نهاية فكذلك لا نهاية لفهم كلامه، وإنما يفهم كل بمقدار ما يفتح الله عليه. وكلام الله غير مخلوق ولا تبلغ إلى نهاية فهمه فهم محدثة مخلوقة. كلام الله غير مخلوق باعتبار أن القرآن كلام الله، أما باعتبار أن القرآن هو قول النبي لغة عربية فهو مخلوق. وقعدوا المسلمين يضربوا ببعض، القرآن مخلوق ولا قديم، ويضربوا ببعض ويقتلوا بعض ويسجنوا بعض 200 سنة لحد ما طلعوا الاثنين صح. طلع اللي بيقول مخلوق صح، اللي بيقول قديم صح، بس ده بينظر الى الجهة الصادر منها وهو كلام الله قديم، والتاني بينظر الى ايه انه لقول رسول كريم، والقول مخلوق لانه لغة واللغة مخلوق. فهمت؟ قرآن عربي. يبقى لما كلام الله ظهر في الاكوان تجلت صفة الكلام في الأكوان في سورة قرآن عربي مبين، فالتجلي مخلوق والمتجلي قديم. فمن نظر إلى المتجلي قال قديم، ومن نظر إلى التجلي قال حادث. فهمت؟ عشان كده ما تخطأش حد. كان أيام الخناقة اللي يقول القرآن حادث يكفروه ويقتلوه ويعتبروه مبتدع وهو ناجي ويقول كلام صح، واللي بيقول القرآن قديم برضو صح، والتانيين اعتبروه ان هو ايه مش فاهم، وطلعوا الاتنين صح. ما تعترضش، اتهم نفسك. فهمت؟ كل واحد بينظر للحقيقة من جهة، وعلى حسب الجهة اللي بينظر فيها للحقيقة بيتكلم. فاذا انت لما ربنا يوفقك انك تخلي نفسك تنظر الى الحقيقة من جهة نظر القائل لا من جهة نظرك انت. يعني شوف القائل بيوصف الحقيقة من اي جهة، وقف جنبه كل كلامه هيقوله تقول له عندك حق جزاك الله خير، انما توقفش انت في جانب الحقيقة مقابل لجانبه، فانت ترى الحقيقة في صورة غير الصورة اللي هو بيوصفها، تقوم تقول له انت كذاب. كذاب ايه؟ طب ما تتلف كده وقف جنبه هتوصف اللي بيوصفه. فهمت؟ مش عايزين نعترض كتير على بعضنا البعض. ان لم تفهم سلم وحسن الظن وقول انا اللي مش فاهم وخلاص، لان المسلم حرمته عند الله كبيرة اشد من حرمة الكعبة. فما بالك بقى اللي حافظين القرآن من المسلمين، حرمتهم اشد. فهمت ازاي؟
فبيقول لك ايه سيدنا سالم بقى؟ فكذلك لا نهاية لفهم كلامه، وإنما يفهم كل بمقدار ما يفتح الله عليه، وكلام الله غير مخلوق. شوف قال لك كلام، ما قالش قول. في فرق بين نسبة القول ونسبة الكلام، افهم. القول في القرآن منسوب للمخلوق، والكلام في القرآن منسوب للخالق، فهمت؟ وكلام الله غير مخلوق، ولا تبلغ إلى نهاية فهمه فهوم محدثة مخلوقة. زي ما ربك بيقول لا يحيطون به علما، يبقى لا يحيطون بكلامه علما، ولا بصفاته علما، ولا بأفعاله علما، ولا بحكمته علما. فهمت ازاي؟ لأن لو أحطنا يبقى أدركنا، والله لا يدرك. لأنه لو أدرك يبقى إيه؟ يبقى معناه أن العقل قهره. فهمت؟ ولما كانت علوم القرآن لا تنحصر ومعانيه لا تستقصى، وجبت العناية بالقدر الممكن. يعني معناه انك انت تجتهد بقدر امكانك، ولن ايه تحصي، ولن تحصي. ومما فات المتقدمين وضع كتاب يشتمل على انواع علومه، ده كلام المصنف اللي هو الايه الامام الزركشي يقول: ومما فات المتقدمين وضع كتاب يشتمل على انواع علومه، كما وضع الناس ذلك بالنسبة إلى علم الحديث. فاستخرت الله تعالى وله الحمد في وضع كتاب في ذلك جامع لما تكلم الناس في فنونه، وخاضوا في نكته وعيونه، وضمنته من المعاني الأنيقة والحكم الرشيقة ما يهز القلوب طربا ويبهر العقول عجبا، ليكون مفتاحا لأبوابه وعنوانا على كتابه، معينا للمفسر على حقائقه، ومطلعا على بعض أسراره ودقائقه. والله المخلص والمعين، وعليه أتوكل وبه أستعين. وسميته البرهان في علوم القرآن، وهذه فهرسة أنواعه. ثم ذكر فهرسة الأنواع إلى 47 نوعا، وده هنقولهم بعد كده بالتفصيل في أثناء إيه تناول هذا الكتاب. ثم قال: واعلم أنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا ولو أراد الإنسان استقصاؤه لاستفرغ عمره ثم لم يحكم أمره، ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصوله والرمز إلى بعض فصوله، فإن الصناعة طويلة والعمر قصير. طالما بقى العمر قصير والعلوم كثيرة، فما تضيعش عمرك بقى، ما تضيعش وقتك، تنام كتير، تاكل كتير، تشرب كتير، تضيع عمرك كتير، ضيعت نفسك يا مسكين. فهمت؟ وماذا عسى أن يبلغ لسان التقصير؟ قالوا: خذ العين من كل. فقلت لهم: في العين فضل، ولكن ناظر العين. ونقف عند هذا، ونكمل إن شاء الله غدا بيتكلم على فصل في علم التفسير. نقف عند هذا ونكمله غدا بإذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وفر عن ذكري الغافلون.